الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب المرحلة الإعدادية الصف الثامن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في مادة التربية الإسلامية والمجال الرابع، مجال الفقه الإسلامي. نلتقي مع أعزائي الطلاب مع الدرس الثاني من أحكام المسح على الخفين والجبيرة. هيا بنا أعزائي الطلاب لنتعرف معا على أهداف درس اليوم. يتوقع منك عزيزي الطالب أن تستنتج نواقض المسح على الخفين، أن تذكر صفة المسح على الخفين، أن توضح مفهوم المسح على الجبيرة، أن تعدد شروط المسح على الجبيرة، أن تبين صفة المسح على الجبيرة. عزيزي الطالب، قبل الشروع في معرفة أهداف اليوم، أود أن أذكرك عزيزي الطالب بأن الإسلام دين اليسر والتخفيف، ودين رفع الحرج عن العباد، والمسح على الخفين من مظاهر اليسر في الشريعة. من وجهة نظرك، ما جانب التيسير في المسح على الخفين؟ أحسن، بارك الله فيك. إباحته للمقيم وللمسافر حتى لا يشق عليهم أداء العبادة. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن أعزائي الطلاب، ننتقل معا إلى معرفة الهدف الأول. أن تستنتج نواقض المسح على الخفين. أعزائي الطلاب، هناك بعض الشروط من المهم أن يلتزم بها الإنسان المسلم حتى لا ينتقض مسحه على الخفين. هيا بنا نتعرف معا على أهم هذه النواقض. الناقض الأول، نزع الخف. الناقض الثاني، الحدث الأكبر. الناقض الثالث، انتهاء المدة. إذن عزيزي الطالب، هناك ثلاثة شروط للمسلم ينبغي أن يراعيها حتى لا ينتقض وضوءه. فإذا نزع الخف انتقض وضوءه، وإذا أحدث حدثا أكبر انتقض وضوءه، وإذا انتهت المدة انتقض وضوءه. إذا انتهت مدة المسح للمقيم أو للمسافر، أو نزع الخفين أو أحدهما، أو أحدث حدثا أكبر موجبا للغسل، فإنه لا يجوز له المسح على الخفين حتى ينزعهما ويتطهر، ثم بعد ذلك يلبس الخفين من جديد. والآن أعزائي الطلاب، نغلق الفيديو الآن ثم نجيب على هذا السؤال. مثل بمثال واقعي يتوافر فيه أحد نواقض المسح على الخفين. عزيزي الطالب، بعد معرفتك للشروط الثلاثة، مثل بمثال واقعي يتوافر فيه أحد نواقض المسح على الخفين. أحسن، بارك الله فيك. المثال، لبست الخفين وخلعت إحداهما قبل انتهاء المدة. أحسنتم، بارك الله فيكم. هيا بنا أعزائي الطلاب لننتقل معا إلى معرفة الهدف الثاني. أن تذكر صفة المسح على الخفين. عزيزي الطالب، قد يخطئ البعض في طريقة المسح على الخفين، ف
فما هي الطريقة المشروعة والصحيحة للمسح على الخفين؟ أولاً، تبليل اليدين بالماء، عدم إغراق اليدين بالماء، مجرد تبليل اليدين بالماء فقط، ثم المسح باليد اليمنى على ظاهر القدم اليمنى. ثالثاً، المسح باليد اليسرى على ظاهر القدم اليسرى. نذكر أيضاً صفة المسح مرة أخرى أعزائي الطلاب. أولاً، تبليل اليدين بالماء. ثانياً، المسح باليد اليمنى على ظاهر القدم اليمنى. ثالثاً، المسح باليد اليسرى على ظاهر القدم اليسرى. هيا بنا أعزائي الطلاب لنتعرف على هذا السؤال ونجيب عليه. بين صفة المسح على الخفين. نعم، بين صفة المسح على الخفين. أحسنت، بارك الله فيك. تبليل اليدين بالماء رائع، ممتاز. المسح باليد اليمنى على ظاهر القدم اليمنى. جزاك الله خيراً وبارك الله فيك. المسح باليد اليسرى على ظاهر القدم اليسرى. والآن أعزائي الطلاب، ننتقل معاً إلى معرفة الهدف الثالث. أن توضح مفهوم المسح على الجبيرة. عزيزي الطالب، من خلال هذا النشاط التالي نحاول معا أن نتعرف على مفهوم ومعنى الجبيرة. أترك لك عزيزي الطالب دقيقة مستعينا بهذه الكلمات التالية، ثم بعد ذلك افتح الكتاب صفحة 63 للتأكد من إجابتك الصحيحة. الكلمات: يلتئم، على العضو، ما يوضع، حتى، المصاب. انتهى الوقت أعزائي الطلاب، ننتقل معا لنعرف الإجابة الصحيحة. مفهوم الجبيرة: ما يوضع على العضو المصاب حتى يلتئم. أحسنتم جميعا، بارك الله فيكم. إذن مفهوم الجبيرة كما هو موضح بالصورة التي أمامك، ما يوضع على العضو المصاب حتى يلتئم. هيا بنا أعزائي الطلاب لنجيب على هذا السؤال. نفتح الكتاب صفحة 66 ثم نجيب على هذا السؤال. وضح مفهوم الجبيرة كما تعلمت. أحسنتم، بارك الله فيكم. هي ما يوضع على العضو المصاب حتى يلتئم، مثل الجبس والرباط الضاغط والأقمشة الطبية. أحسنتم جميعا،
بارك الله فيكم. والآن أعزائي الطلاب، ننتقل معا إلى الهدف الرابع، أن تعدد شروط المسح على الجبيرة. عزيزي الطالب، عرفنا معا أن للمسح على الخفين شروط، وأيضا للمسح على الجبيرة شروط. فما هي شروط المسح على الجبيرة؟ هيا بنا نتعرف عليها. شروط المسح على الجبيرة: الشرط الأول ألا يتجاوز موضع الحاجة. الشرط الثاني أن يكون هناك حرج في إزالتها. ما معنى هذه الشروط عزيزي الطالب؟ هيا نتعرف. ألا يتجاوز موضع الحاجة بمعنى لا يمسح إلا موضع الحاجة فقط، وهو الجزء الذي يحصل الضرر بكشفه. الشرط الثاني أن يكون هناك حرج في إزالتها، بمعنى إذا كان هناك إمكان لإزالتها من أجل الوضوء ثم إعادتها مرة أخرى دون ضرر لا يمسح عليها، ولا يشترط وضع الجبيرة على طهارة. أحسنتم جميعا أبناء الطلاب، هيا معا نجيب على هذا السؤال. بعد معرفتك لشروط المسح على الجبيرة، أجب على هذا السؤال، اذكر شرطي المسح على الجبيرة. ممتاز، بارك الله فيكم. أولا ألا يتجاوز موضع الحاجة. ثانيا أحسنتم، أن يكون هناك حرج في إزالتها. أحسنتم جميعا أعزائي الطلاب وبارك الله فيكم. ننتقل معا إلى معرفة الهدف الخامس والأخير في درس اليوم، أن تبين صفة المسح على الجبيرة. أعزائي الطلاب، تختلف صفة المسح على الجبيرة عن صفة المسح على الخفين، فما هي الطريقة الصحيحة للمسح على الجبيرة؟ هيا بنا نتعرف عليها. يتم تبليل اليد ثم تمريرها على الجبيرة ومسحها من جميع جهاتها. فكر معي وركز عزيزي الطالب أن هذه الصفة تختلف عن صفة المسح على الخفين. يتم تبليل اليد ثم تمريرها على الجبيرة كما تعلم ومسحها من جميع جهاتها. أحسنتم، والآن أعزائي الطلاب ننتقل معا إلى التقويم الختامي لدرس اليوم. قارن بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة من ناحية الطهارة، المدة، مكان المسح. بالنسبة للمسح على الخفين يشترط اللبس على طهارة، أحسن، والجبيرة لا يشترط اللبس على طهارة، أحسنتم. المدة محدد بمدة المقيم والمسافر في المسح على الخفين، رائع ما شاء الله. وبالنسبة للمسح على الجبيرة غير محدد المدة للمقيم وللمسافر، أحسنتم. مكان المسح بالنسبة للخفين المسح من أعلى فقط، والجبيرة المسح من جميع الجهات. السؤال التالي: اشرح صفة المسح على الجبيرة. أحسنتم، يتم تبليل اليد ثم تمريرها على الجبيرة ومسحها من جميع جهاتها. ختاما أعزائي الطلاب، في نهاية الدرس الثاني نتمنى لكم جميعا مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.